حياكم الله من جديد مشاهدينا، حننتقل الآن إلى بث مباشر من الشرقية وفقرة بنت بلادي مع الزميلة سندس الشنقيطي. أنا أسودعتكم الله مشاهدينا، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، إلى اللقاء. مساء العطاء أعزائي المشاهدين، العطاء بحر لا يجف. ضيفتنا لليوم في بنت بلادي أعطت وأبدعت وكافحت من أجل تحقيق أهدافها، شعارها كن شمسا مشرقة بالأمل وأضيء عتمة من هم حولك دون أن تنتظر ثناؤهم. ضيفتنا لليوم هي الأستاذة رنا طيبة، رئيس قسم التطوير الاستشاري في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا، ويسعد مساكي حبيبتي. مساء الفل عليك سندس، أهلا وسهلا بيكي وبفريق العمل، وأهلا وسهلا بالمشاهدين. الله يسعد أيامك. طبعا قبل ما نتعمق محاورنا خلينا نطلع مع ضيوفنا نشوف هالتقرير المعد البسيط ونرجع لكم مشاهدينا. سيدة سعودية عانقت الصعاب واستلهمت الدافعية، كافحت فنجحت، ارتهنت إلى آمال كبرت معها، فنما في داخلها حب التربية الخاصة، فسارت في درب فرشته بإمضاءات النجاح والكفاح، مدربة ومحاضرة ورئيسة فرق بحثية ومؤسسة للعديد من المبادرات، شكلت في شخصيتها مهارات عدة تمكنت من إخراجها من عمق الموهبة إلى سطح التميز، وسارت بها في آفاق الإبداع راسمة خارطة أمل ومشهد أمنيات لأصحاب الإعاقات، واضعة في منهجها الانفراد، معتمدة على لغة النتائج، موجهة من بعد نظرها نحو آفاق المعرفة والتدريب وجني الثمار من خلال سيرة عطرة ومسيرة مبهرة توجتها رنا طيبة بأجمل النجاحات، وأكملتها بتباشير حافلة بالطموح وأمنيات، وضعت لها أسسها لتكون مراقبة للعمل رقيبة على الإنجاز، تنتظر الظفر بأهداف مؤسساتية ورؤى ترسم المستقبل الطموح لهذه الفئة. فعلا لم تترك المرأة السعودية ساحة إلا واقتحمتها، فكل الظروف تدفعها باتجاه تحقيق ذاتها، فكيف إن كان لها هدف معين هي اللي حابة توصل له. أستاذة رنا، حقيقة المجال متشعب وكبير، وفي نفس الوقت منذ بداياتك أكيد كانت في صعوبات، وأكيد كان في سر لتوجهك لهذا التخصص، خلينا نتكلم عن السر. في الحقيقة سندس، يعني هو السر لتوجهي لهذا المجال هو أنا يعني حسب ما أوعى هو صوت داخلي كنت دائما أسمعه في بدايات تخصص الجامعي، في بدايات لحظة التقائي يعني بالمجتمع وبحقيقة التحديات اللي موجودة في المجتمع، فصوت داخلي خلاني دائما وما زلت أشعر أني أنا أنتمي بشكل كبير جدا وأصيل جدا لفئة ذوي الإعاقة، فتوجهت بهذا الصوت وانطلقت بهذا الصوت وبقيت على هذا الصوت بفضل الله. بما أنك ذكرتي الاسم، يعني إحنا كإعلاميين أو كجهات مختصة أحياناً يقول لك قولي معاق ذوي إعاقة، أحياناً يقول لك قولي ذوي احتياجات خاصة، ذوي التحديات، فالواحد مو عارف بالضبط فين الاسم اللي فعلاً يعني هم يستحقون منه كاسم، ومن حقهم إنه هذا الاسم ينسب لهم من غير ما نتفلسف فلسفة أخرى يعني. وبرأيك إيش هو الاسم؟ والله سندس شكراً على سؤالك بداية، لأنه هو من الأشياء اللي دائماً ما
نتطرق لها ودائما ما تثار يعني في كل الأماكن. يعني الحقيقة هو الاسم ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، فالاسم الأشخاص ذوي الإعاقة هو الاسم اللي اعتمدته الأمم المتحدة، لأنه إحنا في الأساس نبغى نأصل ونبغى نأكد على الشخص نفسه، هو شخص لكن عنده إعاقة. لكن لما كنا في الأول نستخدم اسم المعاقين فكنا إحنا بنوجه بنركز الضوء على الإعاقة نفسها وليس الشخص، فبننفي للشخص حقه بالإنسانية أساسا، فهم أشخاص ذوي إعاقة. وقد تختلف الإعاقات هذه من في القائمة حقة الإعاقات العديدة اللي الجميع يعرفها. صحيح. فهذا هو الاسم المعتمد من الأمم المتحدة، هذا الاسم الحقوقي لهم، هذا الاسم اللي يأكد دائما على إنسانيتهم قبل أي اضطراب مصاحب لهم. جميل الإنسان أنه يخلي الإنسانية هي المبدأ الأساسي في التعامل مع أي شخص سواء كان ذوي احتياجات خاصة أو كان إنسان سليم. خليني أسألك، بما أنه يعني قلتي ذوي احتياجات خاصة وهم أصلا يعني ذوي الإعاقة عفوا وهم أصلا يعني ما شاء الله مسميات عديدة، خلني أسأل أنه الأكثر حظا ونصيب حظ سواء من الأبحاث سواء كان من ناحية العناية والاهتمام، من هم بالضبط؟ طبعا قبل ما نقول مين أكثر حظا خلينا نقول للنسب الحقيقية اللي موجودة عندنا إحنا في المملكة. نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية تمثل أعلى نسبة من نسب الإعاقة الموجودة، وهذا مرجعية الإحصاءات اللي رصدتها المملكة. يليهم على طول ذوي الإعاقة البصرية فهم ثاني نسبة من نسبة الأشخاص اللي ممثلين للإعاقة في المملكة. طبعا بلا شك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية حراكهم أعلى، حراكهم أوسع، لأنهم يمتلكون قدرات عقلية سليمة في أغلب الأحوال، فهم قادرين أنهم يوصلوا صوتهم بشكل أفضل، يوصلوا ويطالبوا بحقوقهم بشكل أفضل. فنتيجة لهذه المطالبة أيضا الاستجابات في هذا المجال هي أكثر، ولكنها ليس بالضرورة أفضل. فيعني قد تكون لفئات تانية حظ عالي من الاستجابات، لكن المطالبات هي تنطلق عادة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ليهم الإعاقة البصرية، ثم الإعاقة السمعية تأتي أقل في التلبية عادة الاحتياجات. طب لو أسألك ما شاء الله، بما أنك أنت ملمة بالإحصاء والأعداد، رنا كشخص هل واجهت صعوبات أو عوائق معينة في دراستك مثلاً أو في التخصص أو في التعامل أحياناً؟ يعني هي شوفي، أنا من الناس اللي ما أسمي مسمى صعوبات هذا في أي شيء، يعني إذا يعني صح التعبير نقول هي تحديات، نقول هي فرص، فأنا دائماً أعتبرها فرص. الإجابة أيوة، أنا أعتقد أنه كل إنسان لازم بتمر قدامه يعني من المطبات اللي موجودة في حياته اللي تخليه يوقف بشكل أعلى وشكل أقوى وشكل أفضل وشكل أثبت. لو قدرنا إحنا نحولها لدروس فأنا أيوة تعلمت مرة كثير، أتعلمت كثير من حياتي، من التحديات اللي واجهتها في كل مراحل حياتي. لازم أنه يكون فيه طبعاً مصدر للقلق ومصدر للتحدي، لكن الشطارة أنت كيف تشوفي، والشطارة إيش الزاوية اللي أنت تنظري لها، تنظري للمشكلة منها، وكيف تقرري أنه أنت المشكلة هذه هي دعم لك أكثر من أي شيء تاني. جميل. طيب سر نجاح رنا والتفاؤل في حياتك؟ يعني هي الأسرار ما تنقال ترى سندس، لا بس واحد ما يستفيد يعني منك اليوم. شوفي فيها أنا عندي سر واحد بس يعني وحقوله عشان خاطرك، يعني هو سر للنجاح الحقيقة. أنا يعني أحمد الله بشكل دائم وثابت على وجود هذا السر في حياتي. السر هذا أنا عندي فانوس، طيب الفانوس هذا مضيء في كل الأوقات، حتى في النهار مضيء، فهذا من أسرار أيضا الفانوس ده. الفانوس اللي أنا عندي ويعتبر بالنسبة لي أنا هو الحقيقي اللي يقف خلف كل عمل، يعني نسأل الله إنه يكون عمل طيب في حياتي، هو دعاء أمي لي. فأنا الحمد لله بفضل الله أنا وأخواني ربنا أكرمنا بأم يعني علمتنا قيمة إنه هي الإنسان في كل يوم يقدر يكون أفضل. فأنت عيشي مع هذا التحدي طول حياتك، كل يوم اصحي وقولي كيف أنا ممكن أكون أفضل من اليوم اللي قبل، لأنه إحنا بنشوفها نموذج قدام عيننا حي، ربي يبارك فيها ويعطيها الصحة، إنه هي كيف كل يوم إنسانة متعلمة وإنسانة أفضل من اليوم اللي قبل. فدعائها لنا أنا وأخواني يعتبر صراحة سر يعني عميق للنجاح، يعني إحنا لدرجة لازم كل يوم نكلمها يا ماما بكرة عندنا شيء مهم، لا 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 نوصيكي في الدعاء. فهي يعني ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله ويعطينا. طب لو نتكلم عن أعداء رنا وخلينا نعرف مين الأعداء وإيش يعنوا لك في حياتك؟
يعني ما خلينا نغير كلمة أعداء إذا تسمحي لي. يعني النجاح ما له أعداء. الأشخاص اللي عندهم عداوة هم أعداء لأنفسهم قبل أي شيء، فالعداوة هي عداوة للذات أساساً، لأنه النجاح يعني من فضل الله على عباده، أنه النجاح هو رزق ربنا بيعطيه لكل الناس، فكل الناس عندهم نجاحات. يعني ربة المنزل عندها نجاح في بيتها، القائد عنده نجاح في مكان عمله، فالنجاح لا يعني شهرة. فالأشخاص اللي هم يعتبروا أعداء للنجاح هم أعداء لذواتهم أساساً، لأن هم ما شافوا السعة والوفرة اللي ربي مقدرها للناس، فهم لو انشغلوا بذواتهم، انشغلوا بالنعم اللي ربي أعطاهم هي، ما راح يقدروا ترى يلاقوا وقت إنهم يشوفوا غيرهم إيش عنده، فبالتالي حيكون الناس كلهم يعني داعمين لبعض، مساندين لبعض، أكثر من إنه الناس منافسين لبعض. فهو هذا في رأيي أنا يعني الإجابة على نظرتك جميلة للأشخاص وللحياة ولذوي الإعاقة، نظرتك جميلة للجميع ما شاء الله تبارك الله. هل من يعني سر أكبر من الأسرار اللي أنت ذكرتيها في سر مثلا النظرة الإيجابية؟ سر النظرة الإيجابية، شوفي النظرة الإيجابية هي وعي يا سندس. يعني الإنسان عشان يقدر يقدر المواقف بشكل حكيم لازم يتفحصها جيد، لازم يكون واعي للرسائل اللي في كل موقف بيمر عليك في حياتك، الرسائل اللي بتجيك من الأشخاص، قراءتها ترجمتها بشكل عميق بشكل صادق. لازم تكوني واعية مع نفسك أولاً، وبتقيسي وبتقدري نقاط ضعفك ونقاط قوتك بشكل جيد، وبتشتغلي عليها، وعندك صدق مع داخلك، وعارفة إنه كل إنسان له ميزات وكل إنسان له عيوب، لكنها هذه كلها محركات، وكلها مع الزمن تتحول لتاريخ وقصة جميل ترويها لنفسك وللآخرين. جميل ما شاء الله تبارك، دورك يعني فعلا بناء في بناء هذا الوطن. يعني الحقيقة أنت إضافة للوطن بمبادراتك بأبحاثك بمحاولاتك بسعيك بجمال أخلاقك، وأيضا ما شاء الله بجمال وجودك في أي مكان بتفاؤلك وتفاعلك مع المجتمع. يعطيك ألف عافية. بس رح أنوه المشاهدين فيها هاشتاج دوري كمواطن في وطن بلا مخالف، يعني يريت الكل يعني يتفاعل مع هذا الهاشتاج، بحيث انه يكون هذا اقل شيء يقدر يقدمه الشخص للوطن، بحيث انه يقدم سواء كان في مخالفات او كان في وجهة نظر معينة. الوطن اكيد الوطن يستحق منا اكثر. ونرجع استاذة رنا، خلينا نتكلم عن دورك انت فعلا كمواطنة في رفع نقول تثقيف الوعي المجتمعي في موضوع سواء اسر التوحد، سواء كانوا ذوي الاعاقة بصفة عامة. طبعا سندس الوطن هو الأمان، يعني الوطن هو البيت وهو الحياة المستقرة لأي مواطن، وكلنا إحنا كل إنسان في مكان عمله هو جزء من هذا الوطن. كل إنسان بيمثل وطنه في أي مناسبة، في أي نشاط هو بيقوم به. في مجال الإعاقة أنا الحقيقة لما أبدأ أشتغل ولما أبدأ أدخل في جو الشغل يعني أندمج فيه لدرجة أني أنسى حتى اليوم إيش ونفسي إيش. فبفضل الله ربي رزقني كثير من الأشخاص المؤمنين. يعني ما في إنسان ترى ينجح لوحده، ولا في إنسان يعمل أي عمل ويشهد له بنجاح خالص لنفسه أبدا، ولا ينسب النجاح لأشخاص. النجاح ينسب لفضل من الله، وينسب لمجموعات عمل أخلصت وصادقت بعض بشكل جيد. في كل فترة تلاقي فيه شخص هو اللي كان إضافة وكان نقطة تحول في حياتك، سواء كانت إيجابية أو من سلبية وتعلمتي أنت. لكن من ضمن الصديقات العزيزات الأستاذة إيمان عبد المحسن البناي، رئيسة قسم الرعاية النهارية بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام. يسعد مساكي أستاذة إيمان. أهلاً وسهلاً. هلا حبيبتي. خلينا أول شيء في البداية نسألك، كيف ترين واقع الفتيات السعوديات، خاصة في اندماجهم في تقبلهم للمرضى ذوي الإعاقة، سواء كان في تثقيفهم أو احتوائهم؟ أولاً تحية طيبة لكم للمشاهدين الكرام وللضيفة العزيزة والمتميزة والمتألقة دائماً أستاذة غنى طيبة. ثانياً عزيزتي، بالنسبة إلى تقبل المجتمع، في الحقيقة مجتمعنا مجتمع متعاطف إنساني تغلب عليها الرأفة، فأتوقع إحنا مجتمع متقبل بما يكفي، ولكن ممكن بعض الممارسات أو الكلمات أو النظرات التي قد يعاني منها أو يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم
تعود لضعف الوعي أو التثقيف بإتيكيت التعامل مع هذه الفئة، والتي قد تكون حساسة أكثر من غيرها لما يواجهها من مواقف عوائق في المجتمع. ولكن بالمقابل هناك خطوات خلينا نقول جادة من الوزارة والقطاع الخاص وحتى الأهالي من خلال صوتهم الحين في السوشيال ميديا ما شاء الله، يعني في رفع هالمستوى من الثقافة. ولعل تكون عندي رسالة من خلال برنامجكم أن تكاتف هالجهود مع بعض، القطاع الخاص مساندة للوزارة من خلال التوعية بأساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى يكون أكبر الأثر على المجتمع. جميل. أنا كانت سؤالي الثاني إيش هو يعني رسالتك للمجتمع، لكن ما شاء الله جاوبتيني. لكن خلني أسألك رسالتك لكل فتاة تطمح لأن تسير مسيرة أستاذة رنا طيبة. تطمح لأن تكون رنا طيبة. لعل رنا طيبة مع حفظ الألقاب خلينا نقول المعروف لا يعرف أبدا، منذ كنت معلمة لأطفال التوحد وحتى اليوم وأنا مشرفة على مراكز التربية الخاصة في المنطقة الشرقية، كانت لي خير عون ومساند في الحقيقة في كل خطواتي. والجدير بالذكر هنا بأن رنا طيبة لم تسعى في عملها في الوزارة لتطوير العمل فحسب، بل أخذت على عاتقها تطوير الأفراد والعاملين في كل منشأة تعمل بها أو تشرف عليها. وليس أجمل من أن يبني الإنسان الإنسان. في الحقيقة يعني مواقف الأستاذة رنا طيبة معي ومع زميلاتي في الوزارة، يعني ممكن من أبرز الأمثلة اللي ممكن أذكرها تأسيس فريق تكامل اللي يضم نخبة من مشرفات التربية الخاصة والعاملين معهم في الوزارة وخارج حتى الوزارة. جميل. وهذا كان لأروع الأثر في تقدم مستوى مراكز التربية الخاصة في المنطقة الشرقية واللي نلمسها اليوم من خلال جولاتنا الإشرافية. فعلا الاسم حتى مميز، يعني إن دلدل على التعاون والتكامل يعني التفاعل ما بينكم. يعطيك العافية أستاذة إيمان على هذه المداخلة وشكرا لك. الله يعافيكم. الله يسعدك. يعطيكم ألف عافية. كلماتها كانت مميزة في حقك وقليلة أيضا، لأني أنا اطلعت على الكلمات والسي في وطلعت على كثير من الأمور اللي ما شاء الله فيها نقول ثناء كبير عليك، وهذا أقل ما تستحقينه أنت. لكن خلينا نتكلم عن فريق تكامل أو تكافل. شفتي القلوب الحمراء اللي تطلع في الواتساب؟ إيه؟ لما تذكر الاسم ده أنا أطلع لك هالقلوب. الحقيقة هو خلينا أرجعك خطوة ورا قبل ما نقول عن الفريق. من أكثر التحديات اللي موجودة عندنا في المجتمع تخص الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة هو تشتت جهة مقدمي الخدمات. يعني وزارة الصحة اليوم، وزارة التعليم، وزارة العمل، الشؤون سابقا، المواصلات، هذه كلها جهات معنية بطريقة ما لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا التشتت في تقديم الخدمات أثر بشكل يعني غير إيجابي على الخدمة نفسها وعلى المتلقي للخدمة، فأصبح الأسر مشتتين للجهة المرجعية اللي لازم يرجعوا لها. فهذا يعتبر تحدي عالي على المستوى المؤسسات، يعني فانعكس بشكل رئيسي على مستوى وجودة وكفاءة الخدمة في الميدان نفسه. فإحنا لما جينا نتابع ونراقب المشكلات اللي موجودة ما بين مراكز الرعاية النهارية اللي تقدم خدمات للمعاقين، ما بين وزارة الصحة، ما بين أولادنا اللي يطلعوا للتعليم، لقينا أنه عدم وجود تناسق حاضر، عدم وجود تناسق فاعل بين هذه الجهات يعتبر يعني فجوة يجب أنه إحنا نشتغل عليها. لو ما اشتغلنا عليها من المستوى العالي يجب أن نشتغل عليها من المستوى التطبيقي. فظهرت فكرة تأسيس فريق تكامل. فكرة تأسيس الفريق ظهرت من الأخوات الزميلات نفسهم، وأنا تشرفت أني أكون قائدة لهذا الفريق بدعمهم. فكرة أنه إحنا يجب أن نعمل كنسيج واحد، إحنا ما بنشتغل عشان ننافس بعض. والحقيقة كانت وما زالت في بعض مناطق المملكة الثانية العمل يقوم على المنافسية في هذا المجال. إحنا في المنطقة الشرقية قدرنا بفضل الله إنه العمل يقوم على التكاملية وليس مبدأ التنافسية. ليش؟ لأنه اجتمعنا كلنا بروح واحدة، حطينا مشاكل الأطفال ذوي الإعاقة كلها في إناء واحد وبحثنا فيها بعمق وقلنا إحنا إيش ينقصنا، أنت عندك تقدر تكملني وأنا عندي شيء أقدر أكملك فيه. فهذا المنطلق اللي انطلقنا منه كفريق. عدد الفريق الآن اليوم يمكن 43 عضوة في الفريق، من الصحة، من التعليم، من إحنا وزارة العمل طبعا نشكل الجزء الرئيسي لأن الخدمات عندنا بشكل أكبر. الحلو فيها أنه إحنا ما بنلتقي، طبعا حاطين لنا منهجية ثابتة للعمل، لكن إحنا ما بنلتقي بالشكل التقليدي اللي إحنا نعمل فيه دورات تدريبية أو محاضرات أو كده. إحنا بننطلق من واقع المشاكل اللي موجودة، بنبحث مشاكلنا الفعلية ونأسس ونصمم على أساسها اللقاءات والبرامج اللي إحنا بندرب فيها كوادرنا.
فهذه بتحل أزمة حقيقية اليوم عندنا في البلد اللي هي أزمة إعداد الكوادر. الكوادر اللي بتشتغل عندنا مع أطفالنا من ذوي الإعاقة ما هي ممكنة كفاية، ما هي مؤهلة كفاية، يلزمها العديد من المهارات والعديد من التدريبات اللي تخليها فعلاً تقدر تساهم في تحسين حياة الطفل والأسرة من ذوي الإعاقة. جميل. بما أنك قاعدة تعملين الآن على مشروع جبار اللي هو ما بين التعليم وما بينكم، خلينا نتكلم الجديد في هالمشروع، إيش اللي حيغير؟ طبعا يعني هو الوزارة يعني وهذه شهادة يعني صراحة ترفع لها القبعة، في السنتين الأخيرة الوزارة اجتهدت بشكل جدا كبير إنها تركز على الجودة حقت المشاريع وعلى الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة. طبعا الدولة كلها الآن بتتوجه مع برامج التحول الوطني بفضل الله توجه مثمر، توجه يساهم في التنمية. فاليوم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فرصهم أعلى ولله الحمد من المشاريع اللي الآن بتقوم عليها الوزارة. فإحنا كان عندنا كثير من المشاريع، من أبرزها وأهمها مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. طب خلينا نتكلم عن هذا باختصار. المشروع هذا باختصار هذا مشروع لسنوات إحنا كنا نحلم به ونتمناه، والحقيقة الحمد لله بتوجيهات من القيادات العليا في الوزارة بدأت الوزارة تشتغل عليه، والحمد لله أنهينا المشروع وتم تسليمه اليوم لمجلس الوزراء وننتظر اعتماده. هذا المشروع بإذن الله لو طلع وتم اعتماده هو قريب بإذن الله راح يحل كثير من المشاكل وراح يقدم العديد من المبادرات اللي فعلا بإذن الله راح تخلق حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إن شاء الله بإذن الله. طب خلينا فهذا يعني واحد من كثير ما شاء الله. يعني اليوم أنا استفدت كثير معلومات أكيد ومشاهدينا، لكن مركز الرعاية النهارية نسمع عنه، قاعدين نشوف مراكز ثانية، يعني ما شاء الله كل مركز يقول الزين عندي، يعني كل واحد يقدم لك الخدمات وإحنا عندنا وإحنا عندنا، بس يعني الواحد دائما يميل للشيء الأوضح واليعني الأكثر نقول احترافية. مركز نهاري يعني سواء كان في الدمام سواء كان في الخبر سواء كان في مناطق أخرى، خلينا نتكلم عن دورهم في تثقيف المجتمع أو في احتضان الفئات نفسها. طبعا مراكز الرعاية النهارية هو مسمى يطلق على كل مركز يقدم خدمة لا إيوائية اللي هي خدمة نهارية للأطفال من ذوي الإعاقة ينسب للقطاع الخاص أو جزء بسيط تقدم فيه خدمات تحت مظلة الحكومة أو الوزارة. فالنسبة الأكبر يعني إحنا اليوم عندنا في المملكة حوالي 153 مركز رعاية نهارية منتشرين على المملكة. المنطقة الشرقية فقط أصبح اليوم عدد المراكز تقريبا 32 مركز، طبعا بنغطي فيها المنطقة الشرقية كلها. الهدف الأساسي لهذه المراكز هو تقديم البرامج التأهيلية، ولما نتكلم برامج تأهيلية بنتكلم على كل أنواع التأهيل اللغوي، التأهيل الفيزيكلي من ناحية الإعداد العلاج الطبيعي وغيره، وتأهيل الأكاديمي التعليمي المهارات الاستقلالية تقدم من خلال البرامج اللي موجودة داخل المراكز. طبعا زي أي مشاريع قطاع خاص زي المدارس الأهلية فيها المستوى المرضي وفيها المستوى المتوسط وفيها المستوى غير المرضي، هنا يجي دور الوزارة في أنها تحاول أنها تضع معايير جيدة عشان ترفع من مستوى الخدمات اللي قاعدة تقدم. وهذا يمكن اللي أنا يعني فخورة بي وأقدر أتكلم فيه، أنه إحنا من خلال فريق تكامل اشتغلنا على فعلا صياغة دليل كامل للمعايير وقدمناه للمراكز وتدربنا عليه، والزميلات اليوم عندهم منهجية وعندهم مرجعية عمل بيشتغلوا فيها. طبعا يظل التحدي موجود ويظل انه في مراكز اشتغلت بسرعة 200 وفي مراكز شغالة بسرعة 30، لكن هذا لا يعني انه ما في نقلة ما في تغيير. التغيير موجود، يختلف باختلاف التسارع من الناس وتجاوبهم معاكي. فهذه من الأشياء الحقيقة اللي يعني حقيقة بفضل من الله ونفخر فيها. الحمد لله. فعلا خلينا نتكلم إذا كان هل من كلمة أخيرة بتقدميها لذوي الإعاقة أو أسرهم أو يعني نقول للمتدربات أو اللي مؤهلات لهذا المجال. كلمة لذوي الإعاقة، طبعا ذوي الإعاقة يعني نقطة ضعفي، فلما أجي أتكلم معاهم أو أتكلم لهم أو أتكلم عن لسانهم يعني يقع في قلبي أنه أنا يعني أتمنى دائماً أني أشوفهم في أفضل حال ويكون وضعهم في أفضل حال، لكن أنا أعتبرهم الصراحة مصدر قوة، أعتبرهم مصدر إلهام، أعتبرهم اليوم بيدخلوا مرحلة الحظ الجيد في الدولة، لأنه كثير اليوم من القيادات المهمة في الدولة متوجهة بشكل جدي وواضح في تحسين
وضع وخدمات وحياة بشكل عام الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. فهذه مرحلة أنا أقول لهم استغلوها، استمروا في مطالبة حقوقكم، استمروا في أنكم توضحوا تماماً أنتوا إيش الاحتياجات اللي تبغوها، روحوا للمسؤولين، اتكلموا في الإعلام، الناس اليوم بتسمع الحمد لله، القيادات اليوم منصتة وإنصاتها جيد، وهذه نعمة إحنا يجب أن نشوفها ونحمد الله عليها ونستفيد منها أيضاً. طيب باختصار شديد، نسبة الكوادر المؤهلة بنسبة 100% كم عندنا في المملكة؟ صعب أعطيك نسبة، لكن أنا أقدر أقول لك أنه التأهيل مرة ضعيف، يعني في خريجين، عندنا خريجين كثير تربية خاصة، ويمكن أنت أدرى بتشوفي كثير عندهم مطالبات للتوظيف وكذا، لكن الحقيقة مخرجات التعليم لا تحاكي واقع العمل إلى الآن، عشان كذا تظل في فجوة كبيرة في التدريب، عشان كذا إحنا متوجهين لأنه يكون التدريب ممنهج ومبني على الاحتياج الفعلي لسوق العمل. فنسبة معينة ما أقدر أقول لك نسبة الكفاءات، لكن في نسبة خريجين، لكن الجدارات اللي يمتلكوها لا تقاس، لكن من واقع عمل ومن واقع خبرة الجدارات ما هي قوية كفاية، دائما تحتاج لفقد. جميل. طب رنا طيبة في أقل من ثانية، فإيش حنشوفك إن شاء الله قريبا بإذن الله؟ بإذن الله اليوم أنا بلبس توب جديد بإذن الله، ودعت خبرتي وعملي في المجال الحكومي بمشيئة الله وبلطف من الله، واليوم الحمد لله أنا في عمل جديد في القطاع الخاص، وحيكون لنا كثير من المبادرات الموجهة لفئة الشباب تحديدا حنشتغل عليها بإذن الله، وحيكون للأشخاص من ذوي الإعاقة نصيب وحظ إن شاء الله فيها، وأسأل الله البركة بإذن الله والعون يا رب. اليوم كان وجودك شرف لنا وإضافة، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا اليوم. ومشاهدينا بكذا انتهت فقرة بنت بلادي لليوم، ورسالة أستاذة رنا طيبة، أينما أنبتك الله أزهر وفمان الله.